طب احنا برضو عايزين نقف مع حضرتك عند سواء بقى يوم بعينه، مباراه بعينها، وقع بعينها، هحكي لك سواء بقى عشان الناس تتعلم. انا هحكي عشان اللي يسمعني كمدرب او كانسان يتعلم، يا ريت. فمش هيبقى بسرد اي قصه. اول يوم رحنا بوركينا فاسو، زي ما انت عارف مفيش ملابس، مفيش فلوس، يعني انا بقول اسرار. كان في فلوس، كان هيبقى في ملابس، لا مفيش حتى بوكت ماني، يعني المفروض اي بعثه بتسافر معاها البوكت ماني، لا. حتى بعد كده البطوله الافريقيه كان المدير المالي بتاع الاتحاد بيسافر بشيكات بكل حاجه، يعني بطولات بعد كده. انما ايامينا كان كابتن سمير عدلي، وهو سامعني وعارف، كان هو اللي بيبقى واخد سلفه بيدفع منها البوكت ماني، ما كانش فيه اي حاجه. ده كانت ازمه يعني وقتها في فتره ما، ازمه كان حد ضد الكابتن جوه. فالكابتن عماره قال انا مش في ايدي. كان الجنزوري، السيد رئيس الجنزوري، رئيس الوزراء، فكان قافل يعني، كان له موقف من الكابتن محمود ابو. اوكي، بس ده يعني ده مش موقف شخصي كده، ده موقف مع على يعني مصر، مع مصر. حاجه غريبه قوي. ماشي، ما المهم يعني. فاما وصلنا هناك رحنا لقينا مقابر، يعني بوركينا فاسو دي، وطبعا كان الشعب المصري كله طلع الجرايد قالوا ان الكابتن جوهري قال ان احنا 13 على افريقيا، يعني احنا رايحين مش هنعمل حاجه، لدرجه ان اتحاد الكوره استلم المخزن بتاعنا، يعني الناس دي رايحه مش راجعه. فاول يوم رحنا وصلنا المغربيه لقينا مقابر، عارف المقابر؟ دي اللي هنقعد فيها. ما رضيناش ننزل من الباص، لا احنا كجهاز ولا اللعيبه ولا هو. يا سمير يا عدلي احنا ما حدش هينزل من الباص، روح شوف فنادق بره. ويا كابتن ما احنا ما عندناش فلوس. لازم نستوضح الحته دي. يعني ايه كانت الاقامه في مقابر؟ مقابر بمعنى ان هم عاملين مباني جديده، بس بالنسبه لينا هي عامله بيسمينا فيلل، انما هي زي المدافع، تراب الغفير يعني. ايوه فيه. وفي منطقه جبليه، وفي منطقه كلها صخر، يعني شكلها مقابر فعلا. وفي صبارات، يعني تعرف الصبارات اللي هي على انا هحكي لحضرتك عشان الناس تتعلم كابتن جوري كان بيعمل ايه. فقعدنا ساعه ونص في العربيه، فبدانا احنا قال ما حدش ينزل، فكابتن فتحي مبروك قال له يا كابتن انزل يعني اروح تواليت، قال له لا حدش هينزل لما يجي سمير. فعلا كان متعصب جدا. جه كابتن سمير قال له لا ولا فندق فاضي، وما عندناش، لان احنا كنا في منطقه يعني وركينا فاسو دي، كل الظروف ضدكم. ضدنا. عمل ايه بقى؟ قال لك كل الناس تنزل، فنزلنا. قال لك انتوا عارفين ظروف، انا البيت ده او المقبره دي كل خمس لعيبه فيها هيدفنوا فيه. لا قال لك ايه بقى؟ انا هديكم ساعه توضبوها، والفيلا اللي هتبقى احسن فيلا حدي لكل واحد 200 دولار. طبعا الكلام ده اياميها 96 او 98، بتقول في مبلغ كبير طبعا بالنسبه للعيبه، وفي نفس الوقت انه عمليه حماس طبعا. فكل اللعيبه خدت شنطها وبدات توضب، واللي يجيب وراحوا جابوا الاثار بتاعه الصبارات اللي من بره. الاوضه اللي كسبت كان هاني رمزي، كابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي هو اللي كسبت الاوضه بتاعته، وكان معاه يعني مجموعه كسبوا، خدوا 500 دولار كل واحد، 200 دولار يعني حوالي 1000 دولار. الحته دي هي اللي جابت لنا البطوله. قال لك حب المكان، شوف القصة. وراح عامل اجتماع بعديها، تعشينا، رحنا عشان نتعشى مشينا 4 كيلو ماشي، ورجعنا راح عامل محاضرة، قال لك النهاردة المحاضرة حب المكان، جدعانة بتاعتك كإنسان مصري، انت رغم الظروف دي هتحب المكان ده وهتنتج فيه، وكل الشعب المصري هينتظرك. أنا بقول أهو اللي قاله حصل، كل الشعب المصري هينتظر يعني هيستناكم في المطار. احنا رجعنا خدنا رحله من المطار لغايه دار الدفاع في 9 ساعات من الجمهور. فاللي قالوا حصل. ف
فكان عظيم في يعني شوف خد من الشيء الصعب جدا وراح باني قصة تانية خالص وخلى الناس كلها توضب وخلى المدربين ما هو المدربين احنا بقى خدنا مقبرتين فبقينا بنوضب مصمم حضرتك ان هي مقبرة لهذه الدرجة كانت بشعة يعني ده الجو هقول لحضرتك حاجة انت بتغسلي مثلا فانيلا تنشريها قبل ما تغسلي الشورت تروحي تلاقي الفانيلا نشرت ما بتستنيش وقت يا كابتن نهوات جو غير طبيعي